المكسرات في رمضان. الصنوبر. حبات الصنوبر تشتهر بطعمها اللذيذ وفوائده العديدة، وهذه الحبات غنية بالمغذيات المختلفة. فوائد الصنوبر: يحسن مستويات السكري في الدم، مضاد طبيعي للالتهابات، للحفاظ على صحة العيون، للعناية بالبشرة والشعر، للمحافظة على صحة الجهاز التنفسي، للمساعدة في إنقاص الوزن، لزيادة مستويات الطاقة. وكذلك يحتوي الصنوبر على فيتامين سي، وفيتامين أي، وفيتامين كي، والمغنيسيوم، والفوسفور، والحديد، والألياف الغذائية، والبروتين. المكسرات في رمضان.